أجواء بغدادية، أكلات شعبية، إذن هي الصدرية. سمع عنها الخليجيون فجاءوا لرؤيتها بعد نهاية البطولة، ومنهم خالد شاب كويتي قدم إلى العاصمة ليشاهد حضارتها، يتجول في مناطقها ويجرب أكلاتها. من بعد البصرة الواحد يجي في باله العاصمة بغداد، هذه بغداد الحضارة، التاريخ، الأدب، فحبينا نجي ونشوفها. ما في معلومات كانت يعني عندنا أن سياح هناك، لكن جينا وتفاجأنا يعني بجمال المدينة، جمال أهلها، يعني شيء فوق الخيال. أجواء العاصمة وأكلاتها جعلت أحمد ورفاقه يقصدونها أيضا من الكويت. يقول أحمد أن المشويات والكاهي والجيمر دفعتهم للمجيء إلى الصدرية لتجربتها ضمن قائمة تجاربهم خلال تجوالهم في بغداد. تجربة ناجحة، وإن شاء الله نزورها أكثر من مرة، فاستانسنا وانبسطنا فيها، والشعب العراقي والله ما قصر معانا، من كرم، من حفاوة استقبال. احنا جينا من كثر ما سمعنا عن الشعب العراقي شلون طيب ومضياف وكذي، والله جينا من الشباب اللي جو قبلنا وكذي. أما المطاعم الشعبية فيقول أصحابها ومنهم علي أنهم شهدوا تزايد الخليجيين المتوافدين إليهم بعد البطولة لتجربة الأكلات البغدادية والاستمتاع بأجوائها الخاصة. أكو أكلات يعني اكتشفوها هسه بجديد بالبطولة، كانوا سامعين بها قبل، يعني يسمعون بها بالتواصل الاجتماعي، بالتلفزيونات، مخلمة، باكة، المشويات العراقية، هسه جربوها وصار إقبال يعني أكثر من قبل. بطولة فتحت الباب أمام التوافد الخليجيين إلى بغداد بعد أن أزيل الغبار عن صورتها كما حدث مع البصرة، فتعاظمت أعداد قاصديها. ما عاشه الخليجيون في تجربة البصرة زاد من رغبتهم لتكرارها في العاصمة لاستكشافها والاستمتاع بأجواء سمعوا عنها كثيرا. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.